إذن معنا الآن دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، انضم إلينا من الخليل. أهلا بك دكتور عماد. يعني لم يكن هذا الاستهداف الأول لمراكز وجود النازحين ولن يكون الأخير. إسرائيل تتحمل مسؤولية هذا الحدث، ولكن ليست وحيدة كما يرى البعض، لأنها منذ المرة الأولى التي استهدفت فيها أماكن وجود النازحين كان هناك إدانات لكنها باردة ولم تؤدي إلى أي فعل، ما دفع إسرائيل لكي تأخذ راحتها. كيف تفسر ما يجري؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. أنا لا أحمل المسؤولية فقط لإسرائيل، أحملها للعالم. تخيلي العالم كله يقول أنه الحرب استنفذت أهدافها، طال أمد الحرب، على الحرب أن تتوقف. العالم كله، فقط شخص واحد وحكومته هو نتنياهو، وهذه الحكومة تقول لا، الحرب يجب أن تستمر. العالم كله يصغي، يصمت وينظر وينتظر لمزيد من الجرائم. من يتحمل مسؤولية هو المجتمع الدولي بكافة تصنيفاته، الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها وأجهزتها. كنا نلاحظ هناك تفعيل لقرارات الدولية والشرعية الدولية في أكثر من مكان، لكن نجد أنه هذه المنظمة والمجتمع الدولي والقوى الكبرى والدول دائمة العضوية تقف عاجزة. ألا يعطي ذلك مجالا لنتنياهو وحكومته وجيشه لمزيد من المجازر؟ ألم يحن الآن الوقت والأوان لكي نوقف هذه الحرب على الأقل من طرف واحد؟ بعد ذلك ممكن أن ندخل في ما يسمى مفاوضات من أجل إبرام صفقة الأسرى. هل من المنطق أن يستمر العدوان وتستمر الحرب بهذا الشكل والعالم كله يطالب ويستجدي إسرائيل؟ أي منطق الآن في العالم لكي تستجدى دولة صغرى بحجم إسرائيل من قبل العالم كله ولا تفعل أي شرعية دولية أو قانون دولي؟ هذا أنا أعيد لسبب مركزي، هو وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، بعيدا عن الخطاب الإعلامي الذي تدغدغ من خلاله عواطف الناس سواء كانوا الأمريكان أو الشعوب العربية. أمريكا تخاطب العالم بلغة دبلوماسية وتطالب بصفقة وتطالب بهدنة إنسانية وإيقاف الحرب. أمريكا تدعم بمساعدات عسكرية، تدعم بالسلاح، تعطي نتنياهو ضوءا أخضر للقيام بكل ما يريده. والأخطر من ذلك، نحن لسنا أمام حكومة عادية، نحن أمام حكومة الأكثر تطرفا، وهذا ليس كلاما مبالغا به وليس شعارا، نحن أمام أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي الآن أصبح بقيادة هذه الحكومة ينحو باتجاه اليمين. نلاحظ حتى في عمليات الاغتيالات أو المجازر التي تقوم بها الحكومة، حتى الأحزاب التي يفترض أن تكون يسارية أو تحمل هذه البصمة الإنسانية على أقل تقدير، أن تقوم بإدانة هذه الاغتيالات، لأن هذا قتل غير مبرر. أن تقتل عدة مئات، ولنفترض كانت هناك خلية مسلحة، هل تقتل كل هؤلاء الناس؟ هذا على فرض الموافق أن هناك خلية. وأنا متأكد هذه سلسلة جرائم لا علاقة لها لا بوجود مسلح ولا مجموعة مسلحين. هذا هو عبارة عن حقد دفين، أيديولوجيا تربت عليها هذه الأحزاب الحاكمة، وكذلك تحولت هذه الأيديولوجيا إلى أيديولوجيا الجيش ضباطا وجنودا، وتحولت الأخطر من ذلك إلى الشارع الإسرائيلي الذي ينحو باتجاه يمين متطرف لم نشهده في تاريخ إسرائيل. نعم، يعني أنت أشرت إلى نقطة هامة دكتور عماد، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي بإمكانه استهداف هؤلاء إن كان فعلا هناك يعني شيء في صحة، فرضا يعني فرضية الجيش الإسرائيلي بأن هناك مسلحين، بإمكان الجيش الإسرائيلي ولديه الإمكانيات والعتاد والمعلومات الاستخباراتية أيضا التي من الممكن أن تخدمه في استهداف من يريد خارج أماكن تواجد النازحين أو سكان المدنيين. يعني بماذا يفيد إسرائيل استهداف المدنيين على الرغم من ذلك؟ يحقق لها مجموعة من الأهداف. أولا يرضي هذا اليمين المتشبع بالحقد على كل ما هو فلسطيني، الرغبة في رؤية دماء الشعب الفلسطيني في الشوارع،
نلاحظ أنه لا يوجد هناك استنكار مرة أخرى من قبل أي حزب إسرائيلي لأي عمليات جنونية بهذا الشكل، لا يوجد استنكار من الأحزاب الإسرائيلية لأي مجازر. هل بالفعل المجتمع الإسرائيلي أصبح على قلب رجل واحد هو نتنياهو؟ هل أصبح على قلب يمين واحد هو يمين نتنياهو بهذا الشكل، هو وبن غفير وسموتريتش؟ هل المنطق يقول أنه في الحروب عادة هناك تباينات، هناك وجهات نظر، هناك إدانة، مهما كان الحاكم مجمعا عليه، لكن هناك في إدانة لبعض السلوكيات، لبعض المجازر التي تخرج عن جميع القيم، ليس فقط الحربية، الإنسانية. حتى في الحروب هناك الحد الأدنى من القوانين التي تحكم سلوك الجيش، اللهم إلا إذا كان الجيش هو نفسه يمثل هذا اليمين، هو نفسه يستمتع بدماء الشعب الفلسطيني ويشعر ذلك. لذلك نقول إنه هذه المجازر أولا ترضي غرور هذا اليمين، تجعل الحكومة متماسكة، لأنه كلما أوغل نتنياهو بالدم الفلسطيني كلما زاد فرح وتماسك هذه الحكومة من خلفه. لذلك نراها متماسكة في حالة العدوان والقتل، نراها على وشك التفكك أو التهديد بالانحلال إذا كان هناك تلميحا وليس فقط إقداما، تلميحا بإبرام صفقة تبادل أسرى. يبدأ الآن وزراء الإسرائيليون بالتهديد والتلويح بالاستقالة إذا أبرمت الصفقة. سموتريتش وزير المالية قال بالأمس علينا أن لا ننخدع بفخ الوسطاء بعد البيان الثلاثي الذي أطلق، اعتبر أن الصفقة والهدنة الإنسانية هي فخ يعده له المجتمع الدولي، أمريكا ودول المنطقة. أي عقلية تحكم هذا الشخص أو تحكم هذا الوزير وهو وزير مهم في حكومة نتنياهو؟ لذلك هذه أولا هي رسالة للتماسك ومزيد من التماسك لجزء كبير وشرائح كبرى من المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي التي أصبحت مؤمنة تماما بضرورة استمرار الحرب، مع عدم إيمانها بإدارة نتنياهو للحرب، لكن أصبحت مجمعة بأن الحرب عليها أن تستمر للقضاء على هذا الموضوع. رسائل أخرى مهمة تتعلق بالتهرب، عندما يشعر نتنياهو أنه بالفعل هناك ضغوطا حقيقية أوصلته إلى ممكن إبرام صفقة تبادل الأسرى، الأسهل طريقة لدى نتنياهو هي الدم الفلسطيني، هي الاغتيالات، سواء كانت في موضوع غزة أو في بيروت أو في طهران. بمعنى آخر هو وسع الجبهات لكي لا يضمن عدم التهدئة من هنا على الأقل للانتخابات الأمريكية، لكي يضمن على الأقل وقوف أمريكا صامتة أو محايدة بصولا للانتخابات وما ستفرزه الانتخابات الأمريكية. هذه رسائل مهمة، تهرب نتنياهو من التسوية، من الصفقة، من حتى أي التزامات باتجاه المجتمع الإسرائيلي، لأنه في حالة الحرب المجتمع دائما أو المجتمعات دائما تلتف حول قيادتها مهما كانت القيادة، وبالتالي نتنياهو يحاول أن يحقق هذا الإجماع والالتفاف الشعبي والحزبي من خلفه، بحيث أنه لا يجرؤ أحد من الأحزاب أو الشخصيات الإسرائيلية أن توجه له نقد وهو يخوض هذه الحرب كما سماها على جبهات سبع. هل هذا يعني بأن يعني ما يحاول القيام به بنيامين نتنياهو هي يعني جزء منها توجيه رسائل داخلية، وخصوصا أن يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي أنه في كل مرة يبدأ الحديث يقترب ويكون أكثر قوة بخصوص احتمالية قرب التوصل لتهدئة، تقوم إسرائيل باتخاذ إجراءات أكثر خطورة إن كان باستهدافات وأحداث مجازر، ويخرج الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ويتحدث عن أنه تم استهداف مجموعة مسلحة ما في قطاع غزة. بنيامين نتنياهو كما يعلم الجميع لا يريد أن تحدث هذه التهدئة، وبنفس الوقت هو يقول بأنه يعني حماس لن تذهب باتجاه التهدئة والتسوية إلا بالضغط عليها. لذا السؤال أنه هل هذا هو هدف بنيامين نتنياهو، الضغط على حماس فقط، أم من الممكن أن يكون هو عبارة عن يعني عدة أهداف من ضمنها أيضا رسائل داخلية للداخل الإسرائيلي بأن الجيش فعلا يعمل على الأرض وأنه يحقق أهداف بالحصول على رؤوس في الفصائل الفلسطينية؟ أولا ما يدعي الجيش المرعب في الفكرة أنه لا يوجد هناك حتى أي أدلة على ما يقوله الجيش، لا يوجد أدلة، حتى لا يوجد لجان تحقيق. يعني منذ حادثة مجدل الشمس في الجولان عندما اتهم حزب الله وبالتالي قام بسلسلة اغتيالات هنا وأشعل المنطقة، لماذا لم تتشكل لجان تحقيق سواء كانت إسرائيلية أو حتى دولية للحديث حول هذا الموضوع؟ وهي يفترض حادثة تستحق أن
يتم التحقيق بها لكي نعرف من الجهة المتسبب بذلك وتتحمل مسؤولية. مباشرة إسرائيل أدانت، إسرائيل هاجمت، إسرائيل قامت بسلسلة اغتيالات وأشعلت المنطقة. بالفعل هي إسرائيل كلما شعرت أن هناك رغبة أمريكية جدية، وعلينا أن نميز ما بين تصريحات إعلامية استهلاكية أمريكية بين حين وآخر، وبين أحيانا مراحل معينة أمريكا تكون معنية بإبرام وإنجاز هذه الصفقة. بعد اجتماعه بكمالا هاريس في واشنطن بعد إلقائه الخطاب في الكونغرس الأمريكي، وحديث كمالا هاريس الواضح أن هناك بالفعل إبادة وهناك قتل جماعي وهناك قتل أبرياء وعلى الحرب أن تتوقف، عاد نتنياهو من واشنطن ليقوم بسلسلة اغتيالات وليشعل الشرق الأوسط بهذا الموضوع. قبل أيام كان هناك بيان ثلاثي وكان هناك دعوات أمريكية واضحة وانية واضحة لدى الإدارة الأمريكية لإنجاز هذه الصفقة على أقل تقدير، وهي ليست إنهاء الحرب على فكرة، هي على الأقل هدنة إنسانية والإفراج عن جزء من الأسرى مقابل تحسين أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة. نرى نتنياهو يذهب بعيدا باتجاه مجزرة وليس قتل. القضية أنه هل هذه رسائل للداخل؟ لا، هي فقط إرضاء لليمين، هي حالة من اليمين الشعب في إسرائيل، هذه الشرائح المتعطشة للدم الفلسطيني. نعم يرضيها نتنياهو، نعم تزداد شعبيته في ازدياد القتل، لكن لو كان هناك منطقا في محاولة قراءة سلوك نتنياهو العسكري والاستراتيجي والأمني، نجد أنه عبارة عن إنسان يميني متخبط شعبوي يقتل لكي يزيد من أجل من شعبيته، لكن ليس لهناك هدف استراتيجي. يعني ما الهدف الاستراتيجي أن تقتل ناس أبرياء في مدرسة وفي مصلى؟ إذن أود أن أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من الخليل دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية.